اول وصفه عندنا النهارده هي وصفه الناجتس، ودي هنعملها طبعا بالفراخ. المقادير عندي صدور فراخ مفرومه، سواء هتجيبوها من عند الراجل مفرومه او هتجيبوا صدور مخليه وتفرموها في البيت في الكبه، مفيش مشكله خالص. بطاطس مهروسه انا سلقتها بالجلد بتاعها، غسلته كويس جدا بالفرشه بتاعت الخضار، سلقته في ميه بملح وبعدين قشرتها وهرستها وهي سخنه مباشره عشان ما يخشلهاش اي سوائل، انا مش عايزه سوائل فيها. بصل مفروم ناعم، ثوم مفروم ناعم، كرفس مفروم، دقيق وبيض، كريمه او لبن او ميه اي سائل، كوسه مبشوره، جزر مبشور، بابريكا، قرفه، بقسماط، ملح وفلفل وزيت للقلي، وبطاطس محمره للتقديم. تعالوا بقى نبدا. اول حاجه هحطها التوابل، ادي البابريكا، ادي القرفه، ملح، فلفل اسود، شويه دقيق او بقسماط او ايا من الحاجات بقى اللي احنا اتفقنا عليها دي مع بعض، البدائل اللي موجود اهو. ندخل كل الدنيا في بعضها، بيضه، الفراخ، بصل، ثوم، كرفس، جزر، كوسة. انا عامله هنا ايه، حاطه شويه بقسماط وهحط عليهم نقطه ملح بالايد النظيفه، نقطه فلفل، نقطه قرفه، نقطه بابريكا، اوكي، وبرده بالايد النظيفه كده اتاكد انها ايه اختلطت.